طيب قلنا عناوين اخبار الاهلي في الصحف، هنعلق على هذه العناوين ونبتدي بجريده الجمهوريه. واللي قالت ايه النهارده عن النادي الاهلي؟ قالت استقبال حافل للشحات. تمام، واحنا عارفين ان الشحات طبعا كان موجود هناك في العين الاماراتي ومعروف اكيد هناك في دبي بشكل كبير جدا، لكل لعيبه النادي الاهلي معروفه، لكن حسين بس عشان لعب هناك فطبعا الناس كانت بتستقبله بترحاب شديد، وكمان دعوه لمباراه العين والجزيره اللي حضرها. يعني ازارو يخطف الانظار في دبي، وهم كاتبين في متن الخبر ان ازارو بيتالق بشكل ملفت في التدريبات، رغم ان هم امبارح كانوا كاتبين ان ازارو ضيع اهداف كثيره، لكن النهارده بيقولوا نفس الجريده بالمناسبه بيقولوا ان ازارو كان بيتالق بشكل كبير جدا في التدريبات، هو مبشر لفتره هتكون مميزه بالنسبه له باذن الله تعالى. نروح للشروق النهارده، قالت فايلر يمنح الاهلي الضوء الاخضر لرحيل جيرالدو. طيب نتكلم مع بعض بصراحه، منطقي وطبيعي طبقا للمعطيات يعني لحد هذه اللحظه ان التفكير، مش عايز اقول في النادي الاهلي لا، التفكير عند الناس اللي بتحاول تجتهد وحقهم طبعا بخصوص مين اللي هيمشي من النادي الاهلي، طبيعي طبيعي جدا دماغهم تروح ناحيه جيرالدو. لكن هل النادي الاهلي قرر رسمي؟ ما قررش رسمي، لكن اتجاه راح ناحيه جيرالدو ده هيبقى شيء منطقي، هيبقى شيء طبيعي، لان الراجل ما قدمش المستويات المطلوبه حتى الان. يعني في بعض الاحيان بيأدي بشكل كويس، بعض الاحيان ما بيبقاش يعني مستواه مش في الطب يعني، وده طبيعي بيمر باي لاعب يعني. لكن في النهايه التقييم بيبقى من خلال المدير الفني يعني. لكن منطق الناس تفكر في رحيل جيرالدو ويتنبأوا بكده يعني. الفريق رحل يوم في الامارات، وموضوع المعسكر اتكلمنا فيه باستفاضه يعني مع بدايه الحلقه. نروح للمصري اليوم، عايز اكد بس على موضوع جيرالدو ان لغايه دلوقتي مفيش اي قرارات والله نهائيه خالص ولا اي تقرير راح من المدير الفني، وكل يوم بنقول الكلام ده بس احنا بناكد عليه زياده في التاكيد يعني لحضراتكم، لان الصحف يوميا بتتكلم على كل هذه الامور يعني. الاهلي يبدا مفاوضات ضم رمضان صبحي نهائيا، ماشي. اختبار طبي لمارسيلو عشان عارفين حسين السيد جاله كدمه في الركبه، وباذن الله بكره هيكون موجود في التدريبات بشكل طبيعي، والراحه بتاعت اليوم وكلام من ده. موضوع رمضان صبحي اكيد النادي الاهلي هيسعى بكل قوه للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي. توقيت السعي ده بقى هنعرف امتى، النادي الاهلي دايما ما بيتكلمش غير لما يكون في حاجه رسمي، واحنا كمان ما بنتكلمش في الامور دي غير لما يكون في حاجه رسمي عن النادي الاهلي، لان احنا جهه رسميه او منفذ اعلامي رسمي باسم النادي الاهلي يعني. طيب نروح اليوم السابع، واللي بتتكلم عن الشناوي. وبرده انا بالنسبه لي بيبقى غريب جدا ان العروض دي او عفوا الاخبار دي تفضل تطلع عن محمد الشناوي رغم تصريحات اللاعب الاخيره، لكن في كل الاحوال هم بيقولوا كلام متشابه جدا تصريحات الشناوي يعني في المتن. اغراءات الانديه الاوروبيه تطارد حارس مرمى الاهلي في الشتاء، وشركه انجليزيه تغازل الشناوي، وجوله حره مالناش دعوه بالموضوع ده بقى اتكلمنا فيه، لكن عايز اتكلم فيما يتعلق بالشناوي ان اغراءات الانديه الاوروبيه وكلام من ده كلها عروض شفهيه يا جماعه، مفيش اي حاجه رسمي. اللي عايز اكد عليه برضه هو بيقول لك شركه انجليزيه تغازل الشناوي، هو الشناوي نفسه قال كده، قال ان في شركه انجليزيه قالت له ان احنا هنشوف لو في عروض او حاجه من انجلترا، قال لهم يا جماعه انا ما عنديش مشكله، اهم حاجه ان يكون كل الامور عن طريق النادي الاهلي. لكن اتجاه النادي الاهلي رايح لفين؟ تفكير المسؤولين في النادي الاهلي رايح لفين؟ احنا بناكد على حضراتكم ان هيبقى في صعوبه كبيره جدا في حاله تلقي النادي الاهلي لعرض رسمي بخصوص محمد الشناوي، هيبقى في صعوبه بالغه بالغه في التخلي عن اللاعب في شهر يناير. ليه؟ لاسباب عديده. اولا انت عندك ثلاث حراس هم الاساسيين بالنسبه لك، او هم دول الثلاثه في الصوره بالنسبه لك، الشناوي، اكرامي، علي لطفي، الثلاثه ما شاء الله احسن من بعض. اللي ماشي كويس الفتره دي له لاعب اساسي هو محمد الشناوي، فبالتالي دول المقيدين في القائمه المحليه اكيد والقائمه الافريقيه، وده الاهم. فانت ازاي هتستغنى عن حارس بقيمه الشناوي في شهر يناير؟ هيبقى الموضوع صعب، صعب جدا، لان انت عندك اربع اماكن ممكن تضيفهم في فتره الانتقالات الجايه في القائمه الافريقيه، لكن في كل الاحوال انت مش عايز تخسر مكان من الاربعه دول بحارس مرمى، لان انت عندك حراس جيدين. فالتفكير في حاله تلقي النادي الاهلي لعرض رسمي للشناوي مش هيكون في شهر يناير خالص، ممكن لو في عرض مناسب هيتم دراسته، في كل الاحوال العروض بيتم دراستها يعني، لكن بشكل اقوى هيكون مع نهايه الموسم في حاله تواجد عرض رسمي لمحمد الشناوي. اللاعب مكمل وعنده طموح كبيره جدا او طموحات كثيره جدا مع النادي الاهلي، وتصريحاته كانت واضحه بشكل كبير ان هو عايز يفرح جمهور النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا وكل البطولات اللي بيشارك فيها الفريق يعني. فعايزين نقفل الموضوع ده شويه رغم ان انا واثق ان كل يوم هنقرا نفس الاخبار يعني، لان مفيش دوري. الوطن بتقول ان الاهلي يتجه لتجديد عقد، ملف من ضمن الملفات الحديث عنها كتير، وطبيعي لان النادي الاهلي دايما بيشغل بال الكل يعني. والاهلي يتجه لتجديد عقده ليس لمده عام،
الملف ده شائك شويه او مش شائك يعني، لسه ما فيش اي جديد فيه، لما يبقى فيه جديد هنقول لحضراتكم. اللاعبين او اللاعبون يواجهون الملل في معسكر الامارات بدورات تنس طاوله وبلاي ستيشن، دايما بيبقى فيه الامور الترفيهيه دي، ده شيء بيبقى مفروغ منه يعني. وعبد الحفيظ يهدد بالغرامات بسبب السهر خارج الغرف. يا جماعه الموضوع ده مش موجود في النادي الاهلي خالص، انا عن نفسي سافرت معسكرات كتير جدا ومباريات كتيره جدا مع النادي الاهلي لما كنت مراسل يعني، فعمري ما عمري ودي حقيقه والله عمري ما شفت لعيب غير ملتزم او لعيب بيخرج من الغرف بالليل متاخر. لا، الالتزام ده سمه من السمات الاساسيه عند كل اللاعبين في النادي الاهلي، فمفيش تفكير. ممكن اللاعب يسهر في غرفته شويه ما يجيله نوم كلام من ده، لكن ما يبقاش فيه خروج عن النص، ما يبقاش فيه معارضه لتعليمات الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكوره مثلا، او الالتزام دايما بيبقى النادي الاهلي يعني موجود عند اللاعبين بالنسبه له. نروح للاخبار المسائي، واخر خبر هعلق عليه بخصوص اخبار الاهلي في الصحف، وديات الاهلي في مهاب الريح، مش مهاب الريح ولا حاجه وخلاص، الناس ما لقتش الوديه المناسبه اللي يقدروا يستفيدوا منها فقرروا ما يبقاش في وديات. بس فايلر يرفض مواجهه فرق الدرجه الثانيه، وده اللي قلناه لحضراتكم، ويمنح اللاعبين راحه، وده اتكلمنا فيه خلاص. طيب دي كانت بعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في الصحف النهارده، في اخبار لسه عن